هي ابو صباع هي هي او ما بنكيش بلا ودراع هي هي او ولو بصبار عندي اتنين هي هي او واحد ليك والتاني لحسين هي هي او تلبس بدلة 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 تلبس بوكسر 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 يسقط 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 خلو خالد يتكلم مش خالد عارفين المدير بيقول ايه عارفين المدير بيقول ايه يا مشير الحقني الطلبة بتقطعني يا مشير الحقني الطلبة بتقطعني عارفين الدمار بيقول ايه عارفين الدمار بيقول ايه يا مشير الحقني الطلبة بتقطعني يا مشير الحقني الطلبة بتقطعني كان دايما فاشل في الثانوية يا دوب جاب 50% الراس خلاص الباشا اتعلم وجاب شهادة بميت كلية يا راجل معشش جوه بيتنا بتدمر ليه ممكن حياتنا مش هنمشي على مزاجك الحمد من طلت جنابك لفة لفة في القضية هي دي حتى كلية مبسوط مبروك إرهابي دولي ماسك شمروخ وبغني بالي وجميري قال قاعد مش ماشي وجميري قاعد مش ماشي خلاني اكلم روحي وانا ماشي خلاني اكلم روحي وانا ماشي غصب عنه الطلبة رجعت يا ألمانية ايه يا لالالي عايزين شوية ايه يا لالالي حاجة من اللي هي ايه يا لالالي حطيت سنك على جنس بلوتوب على طارة لالي انا محمد داود من الجامعة الألمانية. طيب محمد ايه اخر تطورات الاعتصام؟ والله احنا لحد دلوقتي هو الجامعة خلاص قررت انها ترجع الطلبة المفصولين فصل نهائي وانها تخفف العقوبة من فصل نهائي لفصل اسبوعين. طبعا ده يعني ده ملوش اي علاقة بمطالبنا، احنا هدفنا الرئيسية واضحة جدا وهي تحقيق اربع مطالب: وقف العقوبة والغائها من الملفات بتاعت الطلبة، وتاني حاجة ان يكون في لائحة واضحة للجامعة موجودة على الانترنت ومسموح لأي طالب ان هو يطلع عليها، تالت حاجة ان يتعمل استفتاء على اللائحة الطلابية اللي عدها اتحاد الطلبة، رابع حاجة انه يتعمل انتخابات على اساس اللائحة الشرعية بمعنى الطلبة تقرها. احنا لحد دلوقتي ما فيش ولا مطلب من دول اتحققه. بالنسبة لنا احنا مستمرين، هنكمل المسيرة بتاعتنا، لسه ما قررناش اذا كان المسيرة دي هتكمل باعتصام او شغل بقى على الارض داخلي في الجامعة. احنا عارفين الوسائل بتاعتنا بتتعدد، في الاخر الهدف واحد، بس احنا هنحط دلوقتي يعني خطة واستراتيجية للعمل على الارض عشان موضوع الاستفتاء وعشان موضوع اللائحة والانتخابات القادمة ان شاء الله، واحنا مستمرين ومش هنتنزل عن حقنا. تعرفنا بنفسك؟ انا محمد داود من الجامعة الألمانية. طيب محمد ايه اخر تطورات الاعتصام؟ والله احنا لحد دلوقتي هو الجامعة خلاص قررت انها ترجع الطلبة المفصولين فصل نهائي وانها تخفف العقوبة من فصل نهائي لفصل اسبوعين. طبعا ده يعني ده ملوش اي علاقة بمطالبنا، احنا هدفنا الرئيسية واضحة جدا وهي تحقيق اربع مطالب: وقف العقوبة والغائها من الملفات بتاعت الطلبة، وتاني حاجة ان يكون في لائحة واضحة للجامعة موجودة على الانترنت ومسموح لأي طالب ان هو يطلع عليها، تالت حاجة ان يتعمل استفتاء على اللائحة الطلابية اللي عدها اتحاد الطلبة، رابع حاجة انه يتعمل انتخابات على اساس اللائحة الشرعية بمعنى الطلبة تقرها. احنا لحد دلوقتي ما فيش ولا مطلب من دول حققه. بالنسبة لنا احنا مستمرين، هنكمل المسيرة بتاعتنا، لسه ما قررناش اذا كان المسيرة دي هتكمل باعتصام او شغل بقى على الارض داخلي في الجامعة. احنا عارفين الوسائل بتاعتنا بتتعدد، في الاخر الهدف واحد، بس احنا هنحط دلوقتي يعني خطة واستراتيجية للعمل على الارض عشان موضوع الاستفتاء وعشان موضوع اللائحة والانتخابات القادمة ان شاء الله، واحنا مستمرين ومش هنتنزل عن حقنا. الجامعة رايحة والجامعة في نصايحة، سيبوا اتحاد الطلبة علشان يعمل اللائحة.
هجمة ثوراجية لنقول الألمانية بابا مبارك جاب مشير إيا إيا أو وديني إيا إيا أو لكننا قبل كده على فكرة جاب عبد الحارق ألمانية حق الطلبة فيها بيدية دي مش عزبة مش تكية مش مكان تشتري وتبيع حلقاتك برجلاتك لا يدمرنا احنا الطلاب يوم ما تنسى حق الطلبة هتلاقينا عاملين اضراب المفصولين لأسبوعين من الجامعة بس ليه تعليق صغير أنا اتفصلت أنا مش موجود في المزارات بس كده ولا اسمك ازاي؟ السنة اللي فاتت بس كانت في المزارات بتاع اتحاد الطلاب فاسمي معروف بس أدي جيت 6 مرات حضرت مظاهرة واحدة اللي هي كانت تأييد للطلبة المرفوضين وقعدت فيها 5 دقايق كان عندي امتحان ففصلت أسبوعين يعني مصطفى موجود خلاص يرفدوا يعني عادي مفيش مشكلة طيب أنت هترجع كده؟ انا اوريدي كان الوقت بتاعه خلص خلاص يوم الخميس بس احنا في انتظار قرار المحكمه عشان خاطر العقوبه تتخفض بدل ما هي اسبوعين تتشال من المفاد خالص ما عملناش حاجه يعني هو كان النهارده برضه حصلت في المحكمه ان المحامي غلط غلطه صغيره لان المحامي قال اللي فيه اوراق تحقيق ما فيش اوراق تحقيق مع لعمرو ولا احمد حسن ولا مع مكاوي ولا معايا في الغلطه الثانيه برضو المفروض انت عشان تتحول لتاديب مجلس تاديب استثنائي او اللي هو درجه اعلى من المجلس التاديب العادي يبقى تحولت الاول لابتدائي هم ما تحولوش ابتدائي لاحمد حسن ولا مكاوي هم فصلوا فصل اسبوعين من غير ما يتحولوا اصلا لاي مجلس فده في القانون ما ينفعش خالص حتى المحامي النهارده كان متبرجل مش عارف يقول ايه ان شاء الله احنا بانتظار الحكم يوم الاحد الجاي على الارض الاعتصام مستمر وغايه تحقيق الـ4 مطالب يعني احنا كده وصلنا لنقطه الصفر من اول وجديد طلبه رجعوا تاني خلاص نبتدي بقى شغل عشان نحقق مطالبنا اللي هم فصلوا عشان بيطالبوا بيها في الاصل اللي هي لائحه طلابيه اتحاد طلبه قوي قال الدكتور ابراهيم الدميري من اي مناصب اداريه تتعلق بلجان التاديب حتى لا يقوم بما فعله مره اخرى ان يعني ده خطا اداري فادح وطبعا نصب التذكاري لكريم خزام وازاله نصب المخلوق